سؤال منطقي ربما يتبادر إلى ذهن كثير من السادة والسيدات الكرام المشاهدين والمشاهدات، كيف يقبل من محمد القايدي وهو يصور في هذا المكان الفخم الأنيق ويستخدم هذه الكاميرات الحديثة ويصور بأحدث الإكسسوارات في عالم التصوير وبهذه الهيئة ويكلمنا عن الزهد؟ أليس هناك تناقض بين القول والفعل، بين ما يدعو إليه البرنامج وبين شكله الخارجي؟ دعوني أسأل السؤال أيها الكرام بطريقة أخرى، هل الزهد هو عبادة قلب أم عبادة جوارح؟ هل بالضرورة أن الشخص إذا كان ثوبه رث وهيئته متهالكة وملابسه سيئة ومنزله سيء أنه يكون زاهد؟ طيب هل على الجانب الآخر أنه الشخص لما يكون لابس كويس وغني وعنده خير وراكب سيارة كويسة وراكب في بيت كويس، هل بالضرورة أنه هذا يكون بعيد عن الزهد؟ هل الزهد عبادة قلب أم عبادة جوارح؟ كما يقول أهل العلم والفقهاء في القاعدة الفقهية المشهورة، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. قبل ما أنا أسأل وأقول كيف وهل يمكن أن يكون الإنسان كذا وهو، طب ما هو الزهد؟ قبل أن أغوص معكم في تفاصيل هذا الموضوع الجميل ونغوص في بحره الرائع العذب الرقراق ونقطف من جمالياته وروحانياته العظيمة، سامحوني حلقة اليوم فيها شوية تعريفات، نريد أن نؤصل لموضوع الزهد في هذه الحلقة. تعريفات كثيرة جدا جدا للزهد، أنا الحقيقة انتقيت بعضها، لن يعني أقرأ كل التعريف لأن مئات التعريفات للزهد، يعني على سبيل المثال وتأملوا فيها واحدا تلو الآخر وستعرفون إجابة هذا السؤال، ما هو الزهد؟ الزهد قيل أنه ترك ما لا ينفع في الآخرة، كل ما لا ينفعك في الآخرة اتركه تكن من الزاهدين. قيل الزهد أن تجعل الدنيا في يدك وتقللها من قلبك، تجعلها في يدك وليس في قلبك. ولذلك سئل الإمام أحمد قيل يا إمام أيكون الرجل الغني زاهدا؟ قال نعم، إذا لم يأس على ما فاته ولم يفرح بما أتاه، أي كانت الدنيا في يده وليس في قلبه. وقال الفضيل بن عياض أصل الزهد الرضا عن الله. واسمع للحسن البصري هذا العالم الجميل الجليل العظيم الرائع يقول الزاهد هو الذي كلما رأى أحدا من الناس قال هذا أفضل مني. وأختم بواحد من أجمل وأعذب وأرق تعاريف الزهد، قيل أنه سفر القلب، سفر القلب من دار الدنيا إلى وطن الآخرة. إذن أيها الكرام، يظهر من إجمالي هذه التعاريف أن الزهد في النهاية هو عبادة قلب، عبادة قلب. نعم يظهر أثرها على الجوارح، يظهر أثرها على الجوارح، ولكنها في الأول وفي الآخر عبادة قلب. الزهد من عبادات القلوب ومن أعمال القلوب. إذن يمكن للإنسان أنه يكون راكب أحسن سيارة وساكن في أفخم بيت ورصيده في البنك فيه فلوس وغني وكذا ويكون من الزاهدين، ويكون رجل آخر فقير معدم وضعه المادي سيء جدا ويكون بينه وبين الزهد كما بين المشرق والمغرب. طيب السؤال، واحد يقول لي والله يا أخي كلامك جميل وأنا أعجبت بطرحك وعرفت حقيقة الدنيا وعرفت أنها بيت على الموج وكذا وأريد أن أكون من الزاهدين، فماذا أفعل؟ كيف أتعامل مع الدنيا؟
وهل هناك سؤال لم يجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ خذوا معي هذه القصة. جاء نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته، فلما أخبروا بعبادته كأنهم تقاللوها وقالوا هذا رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فعبادة النبي صلى الله عليه وسلم التي هم سألوا عنها رأوا أنها قليلة، قيل كان يصوم ويفطر ويتزوج النساء وينام ويقوم ويأكل اللحم، قالوا لا، نحن نريد أن نكون من الزاهدين. أما أحدهم فقال أصوم ولا أفطر، وقال الآخر لا أتزوج النساء فإن فيهن شغلا، وقال الآخر أقوم ولا أنام، وقال الرابع لا آكل اللحم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس وقال ما بال أقوام يتحسسون عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ويسألون عن عبادته، فلما سمعوا بها تقاللوها فقالوا كذا وكذا وكذا، أما إني لأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقفتين سريعة وأختم بها. الوقفة الأولى لما يقول وأتزوج النساء لا يقصد بها العملية الجنسية المجردة، بل يقصد بها كل شهوات الدنيا الحلال، كل مباحات الدنيا يمكنك أن تأخذ منها وتكون من الزاهدين. الوقفة الثانية لما قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، وتأمل هؤلاء الصحابة الكرام رغبوا في سنته وذلك بأن يستزيدوا منها، ولكنه قال صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي، فكأنه يوضح النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس في الدين رهبانية، ترك المتع الحلال الجائزة من باب الزهد رغبة عن الزهد وليس رغبة في الزهد، هي هذه حقيقة الزهد. جعلني الله وإياكم من الزاهدين. حتى متى وإلى متى نتوانى وأظن هذا كله نسيانا، والموت يطلبنا حثيثا مسرعا إن لم يزرنا بكرة مسانا. يا من يصير غدا إلى دار البلا ويفارق الإخوان والخلانا، إن الأماكن في المعاد عزيزة فاختر لنفسك إن عقلت مكانا.